السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل محبين العملات المصرية القديمة. النهاردة هنتكلم عن سعر الخمس قروش الجمهورية العربية المتحدة الأواخر الستينات وأوائل السبعينيات والعملات التذكارية. والنهاردة هنعرف الأسعار الحقيقية، مش زي ما انتم ما شفتوا في البوست اللي مكتوب في المنتدى، فعايزكم تركزوا معايا لحد اخر الفيديو عشان تعرفوا الاسعار، ومش اي كلام يتقال لكم يبقى حقيقة. في بداية الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان كل الفيديوهات توصل لك على طول، وما تنساش تدوس لايك. النهاردة هنتكلم عن سعر الخمس قروش الجمهورية العربية المتحدة. طبعا نوع العملة عملة معدنية، وشكل العملة دائري الشكل، ووزن العملة 6.5 جرام. وطبعا يا جماعة 1969 سنة الإصدار، ونوع العملة عملة تذكارية. العملة دي يا جماعة يتراوح سعرها في السوق ما بين 200 جنيه لحد 450 جنيه، مش ب20,000 جنيه زي ما انتوا بتشوفوا في المواقع وفي الأخبار التانية. الخمس قروش جمهورية العربية المتحدة. أما الخمس قروش جمهورية مصر العربية سنة إصدار العملة 1979، الصحة والتغذية، فدي بتراوح سعرها ما بين 80 جنيه لحد 120 جنيه. أما الخمس قروش جمهورية مصر العربية سنة 75 و74 و78، طبعا كل ده ميختلفش كتير، نفس السعر هو يتراوح سعرها ما بين 85 لحد 125 أو 140 جنيه على من المرأة. وهنا أبطال حرب أكتوبر 10 رمضان، وده كان سعر الخمس قروش اللي هو أواخر الستينات وأوائل السبعينات. ففي آخر الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان خاطر الفيديوهات تجيلكوا على طول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.